أكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الجلسات شهدت مناقشة الموازنة العامة للدولة. وأشار إسماعيل إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية وما تسببت به من ارتفاع في نسب التضخم. أعتقد كانت اليوم جلسة هامة جدا في مناقشة الموازنة العامة للدولة وإزاي يحصل ترشيد للإنفاق بشكل عام وزيادة الإيرادات عشان نخفض عجز الموازنة. وإحنا يمكن كان التحديات طبعا إحنا في وضع اقتصادي عالمي في أزمة اقتصادية ونسبة تضخم عالمية عمالة بتزيد، زيادة أسعار الوقود، زيادة أسعار بعض السلع الاستراتيجية زي القمح. وكانت يمكن إحنا تقدمنا بعدة توصيات اليوم للحد من عجز الموازنة وزيادة الإيرادات، وده كان يمكن في عدة مقترحات منها إزاي نقدر نعيد تقييم الدعم وتحديد المستحقين في شرائح الأكثر احتياجا يحصل على الدعم الكامل والأقل فالأقل وتحويله إلى دعم نقدي. كمان اتكلمنا على استغلال أمثل للموارد لزيادة إيرادات الدولة، الموارد الطبيعية، ولا سيما بنتكلم كمان على الموارد الطبيعية الخاصة بالتعدين وقطاع التعدين اللي ما بيساهمش بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وإعادة النظر في هيئة الثروة المعدنية.